نحن كوزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي نأمر كل الأشخاص المتواجدين في كوريبو جدي بولاية تيبستي بالخروج عن هذه المنطقة، وذلك في خلال 24 ساعة ابتداء من 12 شهر 8 2018. وإذا كان الأمر لم يتم في هذه المدة المقررة، فإن على قوات الدفاع والأمن أن يستعملوا كل الوسائل الواجبة حتى يتم تنفيذ هذا القرار. وإننا مصرون على تطبيق هذا القرار الذي لا جدال ولا نقاش فيه.